انا عايز بيان قيد ونداع عشان عايز انقل ولادي من مدرسه لمدرسه. الاقيه فين؟ اوضه 717. 717؟ ايوه. وده ايه فين؟ اللي فاتت دي. هي فاتت؟ ايوه. صدق بالله انا بقالي شهر كل يوم اجي هنا، ان اعرف ادخلها ما اعرفش. شهر؟ ايوه. كل يوم؟ كل يوم. مش عارف تخشها؟ ايوه. يا استاذ في ايه؟ انا اسف جدا. انا عايز الاستاذ رشاد. انا لسه قلت حاجه. انا عايز الاستاذ رشاد. الله اكبر. انت كنت فين يا سكينه؟ الاستاذ رشاد كنت فين يا سكينه الموضه دي كلها وسايباني على التليفون؟ بتغيري الكفوله للواد. طب اسمعي بقى اما اقول لك. لا انت اللي تسمعيني عشان الكلام اللي انا بقوله صح. لا ما هو انت اذا كان عايز يطلق يكتب لي التنازل عن كل حاجه ويروح في 60 داهيه. لا بلاش بلاش عمتي، بلاش الموضوع دي، اصلها وليه شرانيه ونكديه. بقول لك نكديه وشرانيه، انت هتعرفيها اكتر مني. انا جرايه سكينه ما تسمعي كلامي. ما انت حاضره يا حبيبتي، يعني من حقك الشقه. ايوه طبعا. امال ايه؟ طبعا. ومن حقك المؤخر. والبوتاجاز. الله اكبر. ايوه الله. انا انت ما تسيبلوش اي حاجه خالص. يعني انت المفروض اتجوزتي واحد تاني، هتعيشي معانا ازاي على البلاطه كده؟ وبعدين كل ده علشان ايه يا سكين؟ عشان طبخه؟ عشان طبختي له ملوخيه؟ خلاص هاتيله باميه. ما هو كيلو باميه ب 8 جنيه والباميه عايزه لها كيلو لحمه ضاني ب 12 جنيه، ويعني هياكل لازم. طبعا معاك معاك. تجيبي له بران رز. بران رز؟ ايوه يا اختي بران رز. امال ايه؟ وليمون تي يعني؟ ده ليمونه زي الدعدع ب 10 سنين. الله. بقول لك يا ستي سيبيني. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ في ايه؟ اصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج. جمعا ان شاء الله خير. يا ريس متمكن؟ خير باذن الله، ان شاء الله خير. بيان قيد ونجاح. اصل عايز انقل ولادي من المدرسه بعيد عن البيت لمدرسه جنب البيت. بيان قيد ونجاح اختصاص اخونا الاستاذ مدحت، وهو في دوره تدريبيه يرجع بعد اسبوع ان شاء الله. ما ينفعش حضرتك تمشي الشغل في غياب اخونا الاستاذ مدحت. لا، زي ما جحا اولى بلحم طوره، كل واحد اولى بعمل شغله. وبعدين ده اسبوع مش موضوع يعني. الله اكبر. بقول لحضرتك ايه؟ الساعه 11 لا وقت ظهر ولا عصر ولا مغرب. ها؟ هو الاستاذ بيصلي ايه بالظبط يعني؟ تعرفي يا روحي تعملي اكله محبشه ورخيصه وما تكلفكيش؟ تحطي في سفرتك اللحمه والفراخ والديوك المحمره والمحاشي باللحمه. وما تقوليليش ما تقوليليش على طعمها اللي يدوخ. وفي طريقه جديده لحشو الديوك بالفراخ واللحمه، ودي طبعا رخيصه وطعمها لذيذ لذيذ يا اختي.
واحرصي على انك تحطي على خطتك اللحمه والفراخ لانها طعمها يجنن ومليانه بالفيتامينات. وما تصدقيش حد تاني. خد يا احمد قشر لي فصين توم عشان خلطه البتنجان. توم ايه اللي هقشره؟ مش كفايه بعمل لك السلطه؟ يا مدام المفروض اخش البيت الاقي السفره جاهزه، والبتنجان ايه اللي كل يوم ده؟ ده ناقص يسكن معانا، مفيش حاجه تانيه؟ اطبخي يا جاريه كلف يا سيدي، هاتي اللحمه وانا اطبخها، طلع الفراخ من الثلاجه الفاضيه وانا احمرها. بعدين اسمع اما اقول لك، انا بشتغل زيي زيك، والتاج اللي فوق دماغك مش هيقع عشان كان فصين توم هتقشرهم. انا بشتغل الصبح وبعد الظهر. صلاه النبي عليا، قال يعني انا اللي بعد الظهر بروح الملاهي ولا بلبس السواريه واروح الاوبرا؟ ما انا حيلي مهدود في شغل البيت. اوبرة ايه اللي انت عايزه تروحيها؟ انت ما تنفعيش تروحي السيرك، ده انت لو رحت جنينه الحيوانات هيقفشوكي. الاوبرا اوبرة ايه؟ هتنقلنا من المدرسة دي بقى، احنا بعدنا خالص. احمد ايه دول يا سليمان؟ تشكيلة كبدة ومخ وزق، معقول هتروح من غير عشاء؟ لا انا متعود اتعشى مع اولادي. طب بقول لك ايه؟ النهارده الخميس على طول شطب، واللي قاعد على بره مش راضي يمشي. يا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة كام حضرتك؟ الدنيا اتأخرت والناس عايزة تمشي. ألفهم في ورقة لحضرتك وتاخدهم معاك البيت تاكلهم أنت والحاجة؟ سليمان احنا هنبات هنا النهاردة. الخميس باظ والجمعة كمان. ممكن اخد ب2 جنيه؟ ممكن طبعا. بنادي عليك بنادي عليك
عليه. بحبيبة قلبك يا ولدي. ايه انت ايه يا جميله انت فين؟ ايه قولي منيرة يا ولدي منيرة منيرة ايه ايه على مهلك شويه العلم يمين ويا الساعة كام بقى دلوقتي؟ احنا لسه بدري بدري قوي. انا مش عارف انت بتنام بدري ليه. ده حتى الليله دي ليله الخميس تبقى ليله مفترجه. صباح التاني يوم الجمعه مفيش حاجه. امال عكست ليه دلوقتي؟ ده عبد الحليم. عبد الحليم حافظ. واللي فكرك بعبد الحليم حافظ الساعه 2 بالليل؟ عبد الحليم دايما على البال بس المشاغل هي اللي بتخلي الواحد ينساه. وده احنا بنفتكره كل مده لما تبقى الاحوال مش بطاله. بقول لك ايه يا احمد نام ولا انت نسيت؟ مش انا لو رحت جننت الحيوانات يقفشوني؟ يقفشوك يحطوكي مع الغزلان والطيور والبلابل. ولا انت عارفه ساعه ازاي الواحد ساعات بيلطش بالكلام؟ طب انا هقول لك على حاجه. ايراد المحل زاد النهارده 300 جنيه. اشمعنى؟ عشان الليله دي ليله الخميس. يديك برضه بركه ليله الخميس تقوم مع المحل. وما تعملش على البيت هنا. طيب طيب روح شوف العيال ناموا ولا لسه. ماما نايمين. هو اخر دور ده يبقى دور رقم كام لو سمحت؟ دور 13. ايه الهنا ده؟ ده انا احب الارقام النحس دي قوي. يا سلام. امسك امسك يا راجل انت. نهارك ابيض وزي الفل. امسك. شوف يا ساعة الباشا. امسك 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 يا استاذ. اتفضل نهارك ابيض ان شاء الله. الاخ شكله محتاج فلوس. لا متشكر. لا ازاي متشكر؟ ايه خد 10 20 30 اللي انت عاوزه. لا لا مستورة الحمد لله. هو الدور 13 في ايه بالظبط؟ مباحث الاداب. اداب؟ استاذ مدحت. الاستاذ رشاد. ايوه يا سكين. ايوه معاك يا حبيبتي. شوف ما تمدش ايدك على اي حاجه موجوده عند المكتب مفهوم؟ بس حلو البساله. اه حلو. انا اللي شاريها كيلو ب 150 قرش. تكلمي جايه ب 150؟ اه 150. انا بجيبها 120. يبقى ضحكوا عليك. دي البيته هي اللي بيبيعوها ب 120. ايه؟ اه امال فين الجزر؟ الجزر؟
يا سلام عليها بقى بالجزر، لذيذة لذة وطعمة طعام. شوية بقى رز جنبيهم وفلفلين. اه عندك حق. بتبقى ايه 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 تبقى ايه؟ لا انت هتاخد وتهد معايا كتير ولا ايه؟ انا هتصاحب بعض صدرة شهر. ايوه يا سكينة معاكي يا حبيبتي، دي كانت شورة منيلة بستين ميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرم يا حاج رشاد. جمعا ان شاء الله. اظن انت هنا علشان اخونا الاستاذ مدحت. ان شاء الله، ونسأل الله تعالى ان اخونا الاستاذ مدحت يكون خلص الدورة بتاعته على خير، وباذن الله يكون جاب امتياز. هو انهى الدورة على خير بفضل الله وبركته، بس يبدو انه وصل لحد دورة المياه. اتفضل انتظر. اذا كان على دورة المياه مش اشكال، انا هتمشى خمس دقايق وارجع باذن الله. طبعا انت بعد المجمع بتسرع على هوا. انا هنا في المجمع وبس. المجمع كله لم برضه. كله ازاي يا سيدنا الاستاذ؟ ده انا يا دوبك شاري المطرح ده ودافع فيه 8 جراطين طين. تبيع جراطين ارض ببلدكو عشان تيجي تمسح جزمه في مصر؟ قول يا باسط وسلمها لله. رجلك الثانيه. تعرفش الاستاذ مدحت اللي شغال هنا؟ ايوه. اعرفه. بيلبس جزم من بلاد بره وبيخاف عليها من الورنيش المحلي. ربع جنيه؟ نص جنيه. هو مسح الجزمه دلوقتي بقى بنص جنيه؟ انت ما تعرفش؟ لا الحقيقه ما اعرفش، بس انا بمسح جزمتي بنفسي وجزم ولادي كمان، بس بعد كده بقى انا همسح جزم الجيران والشارع كله. هات الربع جنيه بانك راجل طيب. سلام. سلام يا محترم. ورنيش. هو الاستاذ مدحت لسه ما جاش؟ اصل نسيت اقول لك ان عنده شويه تعب في المصران الغليظ وبطنه ماسكه من الميه اللي بنشربها. ميه ايه يا مدام؟ الميه زي الفل. انتوا هتتلككوا في الميه؟ ما تشوفوا بتاكلوا ايه الاول. الراجل بقى له نص ساعه في الحمام، لا كل حصل له مخلوق ولا اغمى عليه. يا استاذ مدحت، يا مدحت، يا استاذ مدحت، يا استاذ مدحت، يا استاذ مدحت، سمعكم الله وعافاكم، سمعكم الله وعافاكم يا استاذ مدحت. فين؟ فين يا اخي؟ حضرتك الاستاذ مدحت؟ لا انا مش الاستاذ ده. طيب انت زعلان ليه؟ زعلان عشان الهيفه قدامك الحاطه دي. يا استاذ يا حبيبي، ده بيت الادب، بيت الراحه، لازم تدخل في هدوء عشان الناس تاخد راحتك. في اوروبا والدول المتقدمه يا مغفل. الله الله، اذكر ساكت. في اوروبا والدول المتقدمه الناس بتدخل البيت ده على انغام المزيكا، على انغام المزيكا هادئه. انت عايز هنا مزيكا هادئه؟ لو في عرض وانصاف. يا استاذ مدحت تاني؟ يا استاذ مدحت، شفاكم الله وعافاكم يا استاذ مدحت. Where is that toilet, please? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ja, 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 ja. Almani, oh, Almani, was? German. Where is German toilet? Was? Stupid. Schweinrupen. Scheiße. Schweinrupen. Sprechen Sie Deutsch? No, but we speak English. Speak English. Fine, indeed. Thank you. Where is the toilet, please? Just around the corner here. From this way, yeah? Yes. Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you very much. You're welcome. يا استاذ مدحت، شفاكم الله وعافاكم. حضرتك الاستاذ مدحت؟ مدحت مين؟ انا مش مدحت، لكن لو انت عايزني ابقى مدحت عشان خاطرك انت بس، هبقى مدحت قوي، مدحت خالص، مدحت جدا، مدحت جدا جدا. ايه
ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه يا عم. حضرتك الاستاذ مدحت؟ لا يا سيدي مش الاستاذ مدحت. عايز ايه بقى؟ لا مفيش حاجه. انت كنت بتعمل ايه؟ مش شغلك. يا استاذ مدحت ايه رايح فين؟ لا انا داخل. داخل فين وتعمل ايه؟ مش هنا برضه وزاره الخارجيه؟ هي دي وزاره الخارجيه. طيب انا جاي هنا عشان الاستاذ مدحت. مدحت مين؟ وبيشتغل في اي اداره؟ والله اللي اعرفه ان اسمه مدحت بس، هو بيشتغل في الاداره التعليميه في المجمع. هو جاي اصله عشان يقضي ماموريه وانا جاي عشان استعجله. نوع ايه الماموريه اللي جاي يقضيها عندنا؟ هو جاي يقضي حاجه. ايه هي الحاجه؟ هو يقضي حاجته، هي بتتقال كده في اللغه العربيه، يقضي حاجته يعني انا هقول لكم على كل حاجه بصراحه. الاستاذ مدحت اصله جاي هنا عشان يخش الحمام. الحمام؟ ايوه. طبعا حضراتكم عارفين ان حمامات المجمع فضيحتها بجلاجل. الاستاذ مدحت ابن ناس، ابن اصل، يحب يخش مكان عليه القيمه نظيف. هيكون فين المكان ده غير هنا في وزاره الخارجيه؟ هو كان بيشرفنا قبل كده. يا سلام. لكن الجامعه العربيه لما عملت تجديدات شامله ايوه بقى يروح هناك. وهي قدامك اهي في الجامعه العربيه. في الجامعه العربيه. طب يا اخوانا احنا متشكرين قوي. العاف. مين؟ العاف. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ده ما حضراتكم اخوات؟ ها اخوات انتوا بس مش عايزين تقولوا. مين فيكم غير التاني؟ لا ده انا جاي اصلي عشان الاستاذ مدحت. مدحت بيه لسه واصل. كلي على باب الاسانسير. طب كويس الحمد لله. يا استاذ مدحت، استاذ مدحت، مدحت بيه؟ ايه في؟ لا يا فندم مفيش، بس سيادتك عندك حق. زي ما انا شايف سيادتك مش تيجي جامعه الدول العربيه، انت تروح الامم المتحده. عشان تاخد راحتك هناك اكتر. والله يا فندم انا كنت مستغرب الموضوع من الاول ومندهش يعني، بس بعد ما شفت سيادتك على حق. هو ايه الموضوع بالظبط يعني؟ لا معقول هشرح لسيادتك الموضوع. سيادتك واقف محصور برضه. انا محصور؟ طبعا سيادتك محصور انا عارف. شوف بقى سيادتك تخش جوه تستريح تعمل اللي انت عايزه، تخرج اشرح لك الموضوع وكل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. وتفضل سيادتك شفاكم الله وعافاكم مقدما باذن الله. انت عايز مدحت مين بالظبط؟ سيادتك الاستاذ مدحت بتاع الاداره التعليميه بتاع المجمع. مجمع ايه؟ مجمع التحرير. تحرير؟ ايوه. يا زكي. يا الله. الله مين؟ يا زكي. اخوانا احنا اخوه واشقاء ولا داعي استعمال العنف. كل في داعي يا بنت عبد الله داعي يا راس البيت. لسه برضه الاستاذ مدحت ما وصلش. شوف يا اخي الاستاذ مدحت ده اصله ابن زواج وعضو في نادي الجزيره، والحملات اللي هنا واخده يعني. والله العظيم عارف. دورت عليه في جامعه الدول العربيه، في وزاره الخارجيه، في كل اللوكندات اللي حواليكم ما لقيتوش. انا مش منقوم من هنا لما الشغل يخلص. يخلص بمدحت، بتامر، بسوسو، بالوزير، بالجن الازرق، مش منقوم من هنا. ما تهدى يا استاذ، اهدى شويه. مش هقعد. زي ما انتم موظفين انا كمان موظف ومسؤول. 15 مليون مواطن في البلد اللي بقدم لهم خدمات. انا شغلي في كل حته، في البيوت، في الشركات، في المصانع، هنا كمان. زي ما بشوف مصالح الناس لازم حد يشوف مصالحي. انا مش طالب اكتر من حق، انا معتصم هنا لغايه ورقي ما يخلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت فاكر نفسك فين يا جدع انت؟ اتفضل خد من هنا قبل ما امي اوديك في 60 داهيه. انت لو خلصت لي شغلي هتاخد ثواب اكتر. ربنا ما خلقناش عشان نصلي طول الوقت، لكن حدد كل حاجه وقتها. الصلاة اللي تعطل الشغل صلاة باطلة. ها؟ أنت كمان بتتهاجم على الصلاة يا عدو الله؟ أنت إيه؟ ملتك إيه؟ ديانتك إيه؟ أنت كافر؟ أنت بأي حق بتكفرني؟ ما نحن مريضين وملة دلوقتي، ولا أنت عايز تعمل غلوشة وخلاص؟ أنا بغلوش، أنا بغلوش. أنت بتسوقني؟ طب أنا بقى هوديك في داهية. صلاة العصر بتاعتك إن شاء الله هتكون في النيابة. دخولك السجن إن شاء الله يكون على إيديا، اعتداء على موظف أثناء تعديل عمله. ارفوا لي. انت عين الامن، الامن والبوليس،
مجمع فيه الهادئين والمتعاطفين وربنا يستر يا معالي الباشا. وسعني مثليه. يا نهار اسود يا نهار اسود. يا استاذ احنا بننزل وبعدين هنروح في رجلين ليه بس؟ احنا ورانا عيال عظيم تربيه. انا شاهد ثلاثة بالله العظيم ثلاثة انا شاهد كان غصب عنك يا ابني عشان ما توديش نفسك في داهيه. خلاص ما بقاش ينفع ولا حتى الشهادة بتاعتك تنفع. الحكومة ما تعرفش حاجة اسمها غصب عني. خلاص وان شاء الله كده لحد فين؟ باب السجن ولا حبل المشنقه؟ انت بتهرس خالص. انت السبب في البلوه دي، سجن ولا مشنقه؟ الحكايه دي لازم تكمل. هتكمل لوحدك يا ولد العم ولا محتاج حد معاك؟ وحد الله وخلي قلبك ابيض، انا معاك مش عليك. اذا كنت طهجان جراب انا طهجان 24. ليه؟
امرك يا سبع الرجال. سبحان الله غير الاحوال. قصر في الكلام. عايزين كمان كم واحده زي دي؟ وعزه الله ما فيه ولا واحده. الا اذا كنت حضرتك بقى تسمح لي انزل الدور التحتاني اجيب لك فيه. تحتاني عشان تنزل وما تعودش تاني. فوت فوت. خلاص يا ولد العم، حصلت المداخل والمخارج كلها بأنابيب البوتاجاز وفي كل مطرح انت قلت عليه. خلاص طلقة واحدة في أي أنبوبة هتبقى ولا نار جهنم. اسمع يا بلدينا. يسمع ايه بس؟ هي أرواحنا لعبة في ايديكم، عايزين تحرقونا بالحياة. اكفي خشمك يا مسعد افندي، انت بالأخص ليك نارين، نار في الدنيا ونار في الآخرة. ده انت يا راجل لما بترد السلام على حد بتقبض منه. بقولك ايه؟ حرص قوي، خلي بالك على الاخر، اوعى الرصاصه تطلع غلط في اي انبوبه. ها الانابيب دي هتكون اخر حاجه مش اول حاجه. اقف مكانك ولا خطوه زياده. انت مين؟ عدو ولا حبيب؟ حبيب تلاته بالله العظيم حبيب. انا معاكم حتى لو فيها موت. اي حاجه تنكد على الباشا سياده اللواء انا فيها جوه. مين هي؟ موتها والله. انت عايز تشتغل مع انهي لواء؟ اللواء عرعر. اللواء مين؟ عرعر. عرعر ما المجمع مليان لواءات زي الفل، ما التقتش الا ديه وتقع معاه. ده انت معاك حق تعمل اي حاجه. سلموا سلاح علي ضمنه. تعال خد لك موقع احمي مؤخره. وفين المؤخرة دي سيادة؟ المؤخرة أكيد ورا. يلا هربانة من الـ13. بعيد عنك وليس الأداب. قبضوا علي الظلم. قال إيه؟ أنا عضوة في شبكة. ده أنا أموت أموت لو اسمي ينزل في الجرايد. قولي بقى، مش عايزين متطوعات؟ إيه؟ متطوعات. ده حلوت قوي وكملت قوي قوي قوي. متطوعات فعلا. برضو انت يا مغفل في اوروبا والدول المتقدمه. في بجد في مين هنا؟ لا دفعه، اصل بدور على النضاره بتاعتي، اصلها وقعت هنا في وسط الزحمه ومش لاقيها. عندي صداع. لقيت سليمة ولا اتكسرت؟ سليمة. كتر خيرك يا دفعة. هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت قلت ايه بالظبط؟ سيادتك يعني بقول ايه اللي هيحصل بعد كده ساعات؟ اي حاجة تحصل كويسة، حلوة وحشة مش مهم.
المصيبة ان مفيش حاجة بتحصل. ايوه يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني ايه الوضع ازاي يعني؟ اسمك ايه؟ هلال. انت خايف يا هلال؟ لا لا خايف ولا حاجة، يعني ايه اللي هيحصل أكتر من اللي حصل لنا؟ اسمع يا هلال، افرض إيه اللي احنا لقينا نفسنا فجأة في وسط بحر غويط، هنعمل ايه؟ هندبش. اديك انت قلتها، هندبش. احنا هندبش، يا اما نوصل للبر ونقف على رجلينا يا اما نغرق، مفيش حل تالت. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ سيد انت هتفاول علينا ليه؟ الله انت خايف ليه؟ ده البلادي الالي والرشاشات الموت بتاعهم موت حلو وسريع، تحب اموت معاكم ولا ارمي نفسي من هنا واخلص؟ لا خليك معانا عشان نموت جماعه. ميرسي خالص، ميرسي جدا، متشكر. يا نهار اسود 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 يا مجاز. ردي على التليفون. انا؟ ايوه انت. ردي على التليفون. الو؟ مين معايا على الخط؟ انتوا متاكدين يا جماعه انكم طلبتوا نمره صح؟ ايوه يا معالي الوزير، بس انا سامع صوت حريمي وحنين. الو؟ أنا وزير الداخلية. إيه؟ وزير إيه؟ وزير الداخلية؟ طب ونعرف إزاي إنك أنت وزير الداخلية؟ مش يمكن حد تاني؟ لا أنت حد تاني. حد تاني إزاي؟ معقول ما تكونيش عارفة صوتي؟ أعرف صوتك منين؟ محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، في بينا وبين بعض أخد وعطا عشان أول ما تقولي ألوه أعرف صوتك. أعرف صوتك منين؟ اسمعي يا ست أنت، اللي بيكلمك وزير الداخلية، وبحكم منصبي بسألك انت مين بالظبط؟ طب احلف انك انت وزير الداخلية، احلف يا ستي. انا وزير الداخلية من غير حلفان، وزي ما حصدقك صدقيني. انت مين؟ انا مندوبة، بعتوني اكلم سيادتك. الوضع هنا مرعب يا سيادة الوزير، الدور كله متلغم بأنابيب البوتاجاز، هيفجروها بالسلاح اللي معاهم. بيحذروا حضرتك انت ورجالتك، اي مغامرة طايشة هيولعها في المجمع باللي فيه، وانا معاهم. طيب ما تعرفيش ايه مطالبهم؟ وهم كم نفر يا بنتي؟ اعرف ازاي بس يا ست الوزير اذا كان المدفع للرشاش في صار السور ودني؟ خلاص يا بنتي خلاص، انت تفهميهم ان الوزير عايز يتفاهم معاهم، والتفاهم مفيش احسن منه. احنا يهمنا مصلحة الجميع، ارهابيين ورهاين كمان. سيادة الوزير عايز يكلمك شخصيا. كلمني انا؟ لا انا ما اتكلمش في التليفون. حاضر. عايز يكلمني يبقى من خلال جهاز لاسلكي. ها؟ حاضر. اصل التليفون هيأيد حركتي، انما جهاز لاسلكي ممكن اتكلم فيه وانا في وسط الناس، حركتي تبقى حره. ها؟ صح. حاضر. يبعتوا الجهاز مع طفل صغير يعني 5 سنين 4 سنين. حاضر. في أي حاجة تانية؟ لا. حاضر. إيه؟ أنا
مش هقدر استحمل اكتر من كده، مش هقدر استحمل. اهدي يا مدام، اهدي واستحملي. ايه سيبني. عن اذنك يا استاذ انا ماشي. راح فين؟ انا واخده اذن بالانصراف بدري ساعتين. ايوه انا اللي اديتها الاذن. ايه عشان لا مؤاخذه برضع. بترضعي؟ ده شكل واحده بترضع. وبعدين كلام الحكومه مشيش علينا هنا عادي. في اوروبا والدول المتقدمه بيرضعوا صناعي. مغشوش وغالي. مغشوش وغالي بقى تعودي لغايه ما اجيب لك حقك. كله تمام يا زعيم، اللاسلكي جاي حالا، بيدوروا على العيل الصغير وهيبعتوا معاه على طول. وافقوا؟ ده كده عادي. على الاول. قوم معايا. على فين؟ انا لما قلت قوم معايا تقوم معايا على طول، ما بحبش اكرر حاجه، قوم. في طفل صغير حقيقي ومعاه جهاز لاسلكي. هتاخده منه وانت مكشر. بعد ما تاخده منه تقول له سكلاتك امك. هتقول له ايه؟ سكلاتك امك. اكتر. سكلاتك امك. عايز اسد بيقول سكلاتك امك. كشر اهو. الكلام اللي سمعناه ده عايز رد. فاهم الناس اللي تحت احنا مين بالظبط؟ يا ساده احنا ما بنلعبش لعبه عسكر وحراميه. احنا لينا مطالب ولازم تتنفذ. الى جميع القوات انتبهوا، لو كنتوا عايزينها معركه حربيه احنا جاهزين، والرد بتاعنا هيوصل لكم حالا. احسب عدد انابيب البوتاجاز اللي موجوده في المجمع وحط حجم النيران والقوه التدميريه بتاعتها. زي ما قلت لك احنا لينا مطالب ولازم تتنفس. اقدر اخد فكره عن المطالب بتاعتكم اذا كانت مشروعه ولا غير مشروعه؟ مطالبنا سنة واحدة. خليك معايا. انتوا مش جعانين؟ تحبوا تتغدوا ايه؟ أي حاجة الواحد يتقود بيها. أي حاجة ازاي؟ انتوا ناس محترمين. ايه رأيكم في شوية كباب وكفتة وسلطات تقدم بيهم؟ الله أكبر! الله أكبر! وحياة ربنا أنت راجل بتفهم. اتوكل على الله، اطلب لكل مواطن كيلو كباب، ريش كتير، كفتة قليلة، السلطة محبشة. في اوروبا والدول المتقدمه بياكلوا مع الكباب طحينه. سياده الوزير، المطلب بتاعنا الاول كباب وكفته. نعم. كباب وكفته. كباب وكفته. كباب كتير وكفته قليله. خالي الدهن. السلطات قوطه وطحينه وبابا غنوج. والساعه بقى ما اوصفش في حياتك. كباب؟ دول عايزين يتغدوا كباب. هنكفي الجرمق ده كله كباب منين؟ خطر. خطر جدا يا معالي الباشا انهم ياكلوا كباب. الحلقة هيعجبهم فوق يا فندم. ايوه يا معالي الباشا، الغدا كباب، العشاء سكلوب بانيه، هم يقعدوا فوق مستريحين واحنا مزروقين في الشارع ليل نهار. سعادتك الحصار لازم يكون كامل يا فندم. انا بقول نقطع الميه. قطع
طول بالك يا سيادة اللواء، الأمور ما تتحلش بالشكل ده. أنا بقول نجيب لكم علب كنتاكي ثلاث قطع. دلوقتي أنا خالي المسؤولية، الحكومة مش عايزة أجيب لكم كباب، عايزة أجيب علب كنتاكي. أرجوك اتمسك بموقفك. الكباب يعني الكباب. لو طوعت الحكومة هترسي على فول وطعمية. تبقى مصيبة. لا تتراجع. إن الإرادة الحقيقية هي إرادة الناس، إرادة الشعب. أرجوكوا تعبروا عن إرادتكم بنفسكم. الحكومة كلها تحت وشبيك مفتوح. الكباب 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 نخلي عشقك وباب. 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 قتلهم كباب. الله أكبر الله أكبر. معالي الباشا سعادتك مش هتصلي العصر يا فندم؟ يا سيدي وقت صلاة العصر ممتد لحد المغرب. أكبر. يمكن ربنا يخلصنا قبل المغرب ونصلي العصر والشكر لله كمان. أصلها ممكن تتفكر تفسير غلط يا فندم. يا فندم هيقولوا سعادة وزير الداخلية كان واقف فوق المبنى وسمع الأذان وما نزلش يصلي. طب يلا بينا. الكباب والسلطات واللازم منه هيكون عندكم. واخواننا اصحاب محلات الكباب بعت الرجالة بتاعتها عشان توصل الطلب لحد عندكم. هما دولت اللي هيطلعونا الطلبات لحد عندنا؟ دول لو طلعونا هياكلونا. شكلهم كده من بتوع مكافحة الارهاب. ومش بعيد لو طلبنا ناس تانيين يكونوا مجهزين طقم تاني. سيادة الوزير، احنا عايزين الخدمة تكون خمس نجوم. اللي جابولنا كباب مضيفات من سميراميس. الخطة بسيطة يا معالي الوزير، وهم منهمكين في اكل الكباب هنعمل عليهم تمويه عن طريق سلم عربية المطافي، نلخبطهم وندخل احنا من تحت. لا 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 مش بتطمن. أنا عايز عملية الاقتحام دي تتم من غير نقطة دم واحدة. يا فندم عملية الاقتحام هتتم من غير نقطة دم واحدة. مش مانع نحاول. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا. يعني يا أخويا لما بيكونش وقت صلاة تصلي، ولما يكون وقت صلاة ما تصليش. إلا دم بيده ما بتصليش ليه؟ Thank you.
حالا الهجوم كم من غير ولا نقطه دم. عظيم عظيم. ميه ارمي الانبوبه. تراجعوا تراجعوا. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ هدفع. لا لا لا، ده على حساب الحكومة. حساب الحكومة؟ ها؟ على حساب الحكومة لازم يدفع. على مين؟ جيت بوقتك يا مجرم. يا صبر يا حدود. عايزين نخلص بقى. وعايز أقول لكم حاجة مهمة. الموضوع هيخلص يعني هيخلص. وإحنا لينا مطالب ولازم تتنفس. عايزين الموضوع يخلص يبقوا تنفذوا مطالبنا. نسمع نشوف. وخد بالك للعلم بالشيء ليس إلا. مطالبي أنا ماليش مطالب. أنا أصلي كنت جاي علشان أختم ورق ولادي. كنت عايز أنقلهم المدرسة بعيدة عن البيت لمدرسة جنب البيت. لكن مدام المسائل وصلت لقطع الرقبة فاحنا كمان مطالبنا لازم توصل لمستوى قطع الرقبة. أنا طول عمري بسمع كلام الحكومة. الحكومة دي واللي قبليها واللي قبليها. والحكومة جاية كمان هسمع كلامها. أصل افرض ما سمعتش كلام الحكومة هيحصل إيه؟ ولا حاجة. حشم البحر. بروح شغلي محشور وبرجع منه محشور. بركب الاتوبيس ببقى فرحان. بقول سبحان الذي سخر لنا هذا. الاسعار نار ومال. ما العالم كله مولع نار. ما عنديش عيال كتير. بسمع كلام الحكومه في تنظيم الاسره. ما عنديش غير ولد وبنت. والحمد لله كويسين. متفوقين. اي نعم الفصل فيه 84 تلميذ. والعيال بيجوا مفرهدين من المدرسة مدروخين وشهم أصفر من الكدمة والهواء الفاسد اللي موجود في الفصل. لكن الحمد لله كويسين. مفيش حاجة تعباني غير رغيف العيش. بقى في صف طويل عريض بتعذب لغاية ما بلاقيه. وبتعذب كمان وأنا باكل. أنا زيكم بالظبط. ماشي جنب الحيط. راضي وقانع. أنا مش طالب على إنسانيتي. مش عايز أتهان. مش عايز أتهان في البيت. ولا في شغلي. ولا في الشارع. بتهيألي دي مطالب لا يمكن أتعاقب عليها. ولا أوبخ. ولا أولاد.
ما اذا كانت المساله وصلت لغايه قطع الرقبه فتفضلوا اطلبوا اللي انتوا عايزينه، انا تحت امركم. اتفضلوا. اطلبوا اللي انتوا عايزينه، احنا دلوقتي في موقف كويس، الناس اللي تحت ممكن تنافس اللي احنا عايزينه. اتفضلي يا مدام، عايزه ايه؟ قولي ما تخافيش، عايزه ايه؟ اطلبوا، عايزين ايه؟ خد اطلب لنا طياره، ها، وكل واحد فينا ياخد قد 5-6 مليون دولار ويروح الحته اللي هو عايزها. انت فاكره نفسك رامبو؟ والبلد دي مالها يعني؟ مش فاهم، فكري في حاجه تانيه. من فضلك ممكن تعمل فيها معروف يا استاذ؟ اتفضلي، عايزه ايه؟ انا باخد دواء غالي قوي، تمن العلبه فوق عن 300 جنيه، ويا ريته موجود، بلف عليه بالشهر والشهرين، بحت سختي ونحاسي. عايزه كام علبه؟ 5-6-10؟ واسم الدواء ايه؟ الروشتة اهي. مجانين دول يا فندم، يستولوا على المجمع عشان دواء ناقص. هات الدواء وخلصني بقى يا سياده اللواء. مكتوب، مكتوب علينا نتحمل غلط كل الوزارات. يا اخوانا انا مش ممكن اتصور ان الرقبة تطير، وكمان ما ناخدش قصادها غير علبه دواء. لازم نطلب حاجات كبيره، كبيره قوي. انا رقبتي مش اي كلام، لما تعلق فيها ولد وبنت وامهم واخت ارمله. بلغ وزير الداخليه يبعت منشور لكل الاقسام، اي ست تروح القسم وتبلغ ضد جوزها تتحط في التخشيبه، لان اي ست تشتكي جوزها في القسم تبقى ست مش متربيه. انت عبيط يا ابني، عايزني اقول للوزير مفيش واحده ست تروح تشتكي جوزها في القسم؟ يا اخوانا دي فرصة، لازم نطلب حاجات كبيرة، كبيرة قوي، عشان لو فرضوا ينفذوها هترسي على حاجات صغيرة، لكن لو طلبنا حاجات صغيرة هترسي على مفيش. اطلبوا، اطلبوا. ايه خلاص؟ مش ناقصكم حاجة؟ بتفطروا لبن وعسل؟ بتتغدوا حسب وصفة التلفزيون؟ ما تتكلموا، ساكتين ليه؟ انت ساكت ليه؟ شال مسدس في جيبك ليه؟ وقفت جنبي ليه طيب؟ وقفت جنبك عشان مستعجل الموت. علي حكم بالاعدام جاهز ومستنيني. واحد من الجامدين قوي سرقني، سرق حتة الأرض وأنا غايب. كنت في الجيش على شط الكنال ورجعت قلت أخد حقي بالقانون. 16 سنة، 16 سنة قدام المحاكم ومفيش فايدة، من قاضي لقاضي ومن محكمة لمحكمة ومن دايرة لدايرة ومفيش حكم بسمعه. ولما طورت وحصل اللي حصل زيك كده صدر علي الحب في 3 شهور. 16 سنة قدام المحاكم وما اخدش حقي، وفي 90 يوم طارت رقبتي. المحاكم عندينا ايدها خفيفة قوي، وهي بتدي حكم بالسجن والإعدام، وايدها تقيلة قوي، وهي بترجع الحقوق لأصحابها. يبقى العدالة، هو ده الكلام، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده المطلوب، العدالة. امال انت عايز ايه؟ انت اتطوعتي معانا ليه؟ كسف اقول. وحضرتك بتكسفي زينا برضو؟ ايوه بكسف. طيب لغايه ما تبطل كسوف نشوف طلبات الاخ هلال. طلباتك ايه يا هلال؟ عايز طياره انت كمان تروح بيها اي بلد؟ لا،
أنا مش عايز أسافر غير بلد. إيه الحلو اللي بلدكوا عشان تختارها دولاً عن بلاد الدنيا كلها؟ في بلدنا مش هتبهدل زي ما اتبهدلت هنا يا باشا. هناك عايش وسط أهلي وناسي اللي بحبهم وبيحبوني، وأزرع أرضي، أرضي اللي بارت من ساعة ما سبتها. إزاي يا هلال؟ أنت هنا في خدمة الوطن. أنا مش في خدمة الوطن، أنا في خدمة الباشا سيادة الليوي، وحرم الباشا سيادة الليوي، والعيال باشوات ولاد سيادة الليوي. عندك حق يا هلال، الوطن مش شخص واحد ولا حتى ألف شخص يسخروك لخدمتهم. سيادة الوزير. ايه؟ بتقول ايه؟ انتوا طلبتوا كباب وقلنا اه، لكن ياخدكم الغرور وانكم تتدخلوا في سياسة الدولة؟ لا اه، قسما عظما اطربق المجمع اللي فيه. الو، كلامك يا هلال زعل الناس اللي تحت قوي. الظاهر مش عايزينكم تنتجوا وتزرعوا، عايزينكم توقفوا تشريفة طول النهار في عز الشمس خلف خلاف. الخلف دور صراف. أنا مش ست بطالة، أنا للعرض فقط عشان حلو، مهمتي كلها ان انا اقعد على الترابيزه مع البنات التانيين عشان الزباين يشوفوني، ساعتها يعرفوا من البضاعه اكسترا يسكروا، لا يعرفوا الطويله من القصيره ولا البيضه من السودة. واجري اخد اجرتي واروح والشاطر يلاقيني، هي دي مهنتي اللي معرفش غيرها. اقول له هو ده اللي كنت بعمله وحضره الضابط، ومستعد اقول الكلام ده في النيابه وفي المحكمه. يقول لي لا انت كنت بتعاشر الرجاله. اقول له ابدا انا كنت بجلسهم بس. يقول لي لا كنت بتعاشريهم. يبقى القهر المطلوب ان محدش يقهر التاني. مش من حق حد ان يقهر التاني مهما كان منصبه. صرح مصدر مسؤول بوزاره الداخليه بان حادثا مؤسفا قد وقع داخل مجمع التحرير، حيث تمكن احد الاشخاص المختلين عقليا من احتجاز عدد من الرهائن، ويعتقد أن هناك من يعاونه في هذا الفعل الطائش. وحرصا من أجهزة الأمن على سلامة المواطنين المحتجزين، فإنها تتعامل مع هذا المعتوه بصبر وحكمة، وحتى الآن لم تقع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. سيادة الوزير ليه كده؟ ما احنا كنا كويسين. على العموم انت اللي قلته ان انا مختل عقليا، وبناء عليه انا هتصرف تصرفات المختلين عقليا. سياده الوزير انا ليا طلب واحد مش ممكن هتنازل عنه. اول خبر في احداث 24 ساعه يكون استقاله الوزاره. الوزاره؟ استقاله الوزاره. الوزاره تسمح بالكذب لازم تستقيل. وفي حاجه كمان، لو الطلب ده ما تنفذش هتلاقي الجثث نازله عليكم الشبابيك زي المطره. انت بتتكلم جد؟ محدش يسال واحد مختل عقليا انت بتتكلم جد ولا لا؟ انا مختل عقليا بشهاده الحكومه. ايوه بس حكايه استقاله الوزاره دي صعبه قوي، مش هينفذوها، مش ممكن ابدا. ده الهرم يبقى كوم تراب ولا الحكومه تقدم استقالتها. انت كده تبقى بتنتحر وعايز تذبحنا معاك. في اوروبا والدول المتقدمه الوزاره لا تستقيل. انا قلت من الاول انك مختل. هنشوف دلوقتي مين فينا اللي مختل، انا ولا الحكومه. طبعا امر مؤسف ان احنا نجتمع في مثل هذه الظروف. مثل هذه الحوادث بتحصل في انحاء العالم كله، فيها اللي بينتهي على خير وفيها اللي بينتهي بكوارث والعياذ بالله. نسأل الله الجاهدين أن ينتهي الأمر على خير. الحكومة لازم تتعامل مع الموقف بكل شدة وحزم. لما حتة عيل لا طلع ولا نزل يخلي الوزارة تستقيل لمجرد أنه احتجز شوية رهائن، يبقى فين كرامتنا؟ هيبة الدولة يحصل لها إيه؟ والغريب أنه عايز الوزارة تستقيل عشان قلنا أنه مجنون. الحقيقة وزارة الداخلية طول عمرها بتتعامل بأسلوب ضبط النفس وعدم الإثارة. لكن للأسف
في جهات اخرى مغرامة قوي باسلوب الفرقعة. الفرقعة اول ما صابت صابتنا. وبعدين فين الشرعية؟ فين احترام الدستور؟ يا جماعة مفيش قوة على الارض تخلي الوزارة تستقيل الا سحب الثقة، ودي مش هتحصل ابدا لان المجلس كله بتاعنا. رأي اننا نستقيل كده وكده، استقالة وهمية، وبعد ما يخلص الموضوع كل واحد يرجع للكرسي بتاعه. يعني نزع الخبر ونرجع نكذبه تاني؟ لا 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 لا، اسمحوا لي يا سادة، ده مش حلو في حق الإعلام بتاعنا. نقول إن المذيع غلط. مذيع إيه بس اللي هيغلط؟ إحنا لو نفذنا أوامر الولد الإرهابي ده كل يوم هنلاقي واحد يطلع لنا يقول الوزارة تستقيل. ودقنا أهي، لو في وزارة بعد كده عمرت أكتر من شهر واحد. ولا السيد وزير الداخلية له رأي تاني؟ رأيي هتشوفوه عملي. نحن رجال أفعال مش أقوال. في تطور جديد، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن الحادث المؤسف الذي وقع في ميدان التحرير واستمر عدة ساعات قد انتهى منذ 10 دقائق، حيث تمكنت القوات الخاصة من السيطرة على الموقف وإطلاق سراح الرهائن، وسوف تصدر الوزارة بيانا تفصيليا فور الانتهاء من التحقيقات. قولوا أماكنكم، استعدوا حضرة الضباط. حاضر يا فندم. تعرفوا ان الحكومة ملهاش دراع عشان يتلوي، واللي مش عاجبه عنده مجلس الشعب، واللي مش عاجبه مجلس الشعب يخبط راسه في الحيط. لكن تحصل له لمسة ويتصرف زيكم يبقى انتحر من غير ما يرصد. ولاخر كلام، الكلام خلص خلاص. الناس كلها جوه، جوه حد يتحرك. كتابة الطرقة اتحرك. لسه قدامنا وقت طويل عقبال الفجر ما يطلع. تريح ازاي بس يا سيادة اللواء في اللي احنا فيه دلوقتي ده؟ We'll be right back.
افتكر لو هجمنا الخسائر هتكون قد ايه. مش مهم يا معالي الباشا، المهم العمليه تنجح وساعتها يموت اللي يموت يا معالي الباشا. هتصرف لكم فلوس كتير قوي بعد ما تموتوا، الورثه بتوعكم هيبقوا اغنياء. شفتوا انا خدمتكم ازاي؟ انتوا اذا كنتوا الخاص عند الحكومه فانتوا عندي غاليين قوي، انا رقبتي في ذلك. انا مش عايزكم تزعلوا مني، وافتكر انا كمان ما ساعدتش حد فيه. اتفضلوا انتوا احرار. محدش يضرب نار. حضرتك كنت ضمن المحتجزين؟ ايوه انا كنت ضمن المحتجزين. شفت الارهابي المعتوه؟ مين؟ الارهابي المعتوه. شفت الارهابي المعتوه. طب شكله ايه يعني، ممكن توصفه لنا؟ هو اصله ايه يعني، لا طويل ولا قصير، يعني لا طويل قوي ولا قصير قوي، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي، ولا اسود قوي ولا ابيض قوي، زينا كده. طب حضرتك كنت بتعمل ايه في المجمع؟ انا كنت اصلي يعني بقضي حاجه في المجمع والحمد لله خلصت. الحمد لله.
شعبيين سعادتك في المجمع يا فندم. مفيش غير جزماجي المجمع وعسكري خدمه. حاول